بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أوراق شبابية. زي المشاهدين في حلقة اليوم نحن بنتحدث عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده هو شاغل إعلامنا وفي بيوتنا بنتكلم عنه في الشارع وفي جامعاتنا، وموضوع بيمثل خطورة كبيرة شديد، وبدأ الكلام عنه يزيد في الفترة الأخيرة. بدأنا نشوف أفلام ومحاضرات بتمشي الجامعات، وبنشوف كمان في المساجد حديث عن مرض الإيدز، حديث عن النسب، حديث عن المصابين، حديث عن مكافحته وطرق مكافحته. لكن صراحة في جانب دائما بيكون مهمل، هو تعامل المجتمع مع المتعايشين مع مرض الإيدز أو المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب الـHIV، كيف المجتمع بيتعامل معهم. نحن هنحاول في خلال حلقتنا ومع ضيوفنا نتناقش في موضوع الإيدز من هذه الناحية أو من الجانب ده، بحيث أنه كلنا في نهاية الحلقة نعرف الطريقة المثلى للتعامل مع متعايشين مع مرض الإيدز. بنرحب بضيوفنا الموجودين معنا في الاستوديو. موجود معنا أحمد أمير، وهو خريج من كلية المشرق تخصص ملتي ميديا. أيوة. نعم. وموجودة معنا أيضا مودة يحيى، خريجة من نفس التخصص من نفس الجامعة. بنرحب بكم في وجود بوجودكم معنا في حلقة اليوم من أوراق شبابية. ويمكن السؤال الأول اللي هيسأل المشاهد، جايبين ناس متخصصين في الملتي ميديا عشان نتكلم عن مرض الإيدز كيف؟ فورينا اهتمامك بدأ بمرض الإيدز كيف؟ اهتمامي بمرض الإيدز كانت هي كفكرة بتاعت إنه مشروع تخرج. كانت كفكرة، بدأت كفكرة إنه أصور فيلم وثائقي عن مرض الإيدز لمشروع التخرج في الجامعة. بعد ذلك دخلت في وسط الناس دي، دخلت في وسط المصابين بنقص المناعة، وجد حسيت بأنهم هم محتاجين إنه المجتمع يتعايش معاهم. بيلاقوا صعوبات كثيرة في حياتهم. المجتمع رافضهم رفض كامل، إنه زول عنده إيدز خلاص ما المفروض حياته تكون انتهت، ودي حاجة ما في صالحهم. واصل لمراحل بعيدة شديد أكثر مما إنه تتخيل الناس من الضرر في طريقة التعامل والوصمة والتمييز عليهم. نعم. بيعانوا معاناة شديدة في حياتهم، في حياتهم الأسرية، في حياتهم في الشارع، في تعامل الناس معاهم، تواجههم مشاكل كثيرة شديدة. الموضوع من بدري كان شاغلك او كنت بتفكر فيه قبل ما تفكر انك تعمل الفيديو بتاع مشروع التخرج؟ ما كان عندي فكره. ما كان عندك فكره. بعد ما دخلت الحياه كلها تغيرت. نعم. بدا اهتمام بالموضوع، لازم الواحد يقدم للناس دي حاجه، لانها جد هي جزء مننا وهم مننا وفينا. صحيح. ممكن يكون من اسرتك عندك زول من البيت وانت تكون ما عارفه. صحيح. صحيح. طيب مودة، باختياركم للمشروع ده انت قلت لي انه في كانت نوع من الرفض او نوع من التساؤل، انكم انتم متخصصين في 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 جانب اعلامي، هتتكلموا في مرض كيف من غير ما تكون عندكم خلفيه طبيه او عندكم درايه بالنواحي الطبيه من المرض، ردي كان شنو اهتمامك بالموضوع ده كيف؟ والله احنا كان المره الاولى كان لقينا رفض من انه ما تسوي الشغل ده نهائي. نعم. لانه انتم اصلا ما عندكم مجال بالطب، لكن احنا قمنا ثاني قدمنا المشروع للمره الثانيه، ولقونا لما اصرينا عليه انه نكون عايزين نناقش الفكرة بتاعت الناس الإيدز ديل، قام قال لنا خلاص أنا حديكم موافقة، لكن بعدين ما تجوا ترجعوا لي تقول لي إنه إحنا واجهتنا مشاكل في التصوير. التصوير ده أنتوا تقوموا بالفكرة براكم بدوركم تماما، لأنه كنت أصلا ما عندكم مجال بالطب، أنتوا بس مشكلتكم أنتوا كان إحنا دايرين تصوير ومونتاج، إنكم أنتوا تقدموا لنا فكرة. لكن ما قلنا لكم عمل لنا فيلم وثائقي عن مرض الإيدز. اهتمامك بدأ بالمرض ده لما اقترحوا ليك يا أحمد، ولا أنت أصلا كنت مهتمة بالشريحة دي أو بالمرض ده؟ والله إحنا قبل كده ما حصل مشينا، لكن لما قدم أحمد إنه قال لنا نهتم بالقصة دي، قمنا كلنا كنا أربعة، مجموعتنا متكونة من أربعة، قلنا انه نمشي نشوف مشكله الناس دي. مشينا اكثر من لقينا مشاكل واجهتنا في التصوير وفي اي حاجه، لكن برضه اصرينا مشينا اكثر من مره. كان المشروع المفروض نقدمه باقي لنا اليوم 3 يوم، واحنا ما لاقيين اي حاجه نصور بها. النهايه احنا راجعين رجعنا للناس وبواسطات ناس بنعرفهم، قاموا عشان انه دخلونا عشان نصور. جميل شديد. انا حاخذ منكم تفاصيل انتاج الفيلم بتاعكم، لكن انا حبيت اخذ النبذ ده عشان اوري المشاهدين انه الناس الموجودين معانا هم ناس ما عندهم علاقه بالمجال الطبي. احنا ما لازم نكون دكاتره عشان يكون في اهتمام بالجانب ده، بل بالعكس ديل شباب قرروا انه يكون مشروع التخرج بتاعهم
مرتبط بالإيدز وكان بعنوانه الإيدز، وتعاملت مع الجمعية السودانية للمتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة الـ HIV. أحمد، نبدأ نتكلم في مواضيع حلقتنا وفي محاورنا، وعي الشباب بمرض الإيدز، طرق انتقاله ومكافحته بيتم كيف؟ هل الشباب واعين بالنقاط دي ولا ما واعين بها؟ ما واعين، الشباب ما واعين بها. يعني في حاجات كثيرة لازم الناس تاخذ فيها كورسات تعرف انه، يعني اول حاجة انه لاحظ شنو الوازع الديني. الوازع الديني انه يعني انت الليلة بينك وبين ربك ممكن تحافظ على نفسك. طيب بقية الاسباب محتاجة وعي من نوع مختلف صح، ومحتاجة دافع غير ال 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 الوازع الديني زي ما انت قلت. يمكن وعي في التعاملات، انا اعرف مثلا لما امشي الحلاقه اتعامل مع منو، اكون عارف دائما حمشي او مستشفى وحيتعاملوا معي كيف. صح. نعم. لانه في يعني مرينا لقينا حالات كثيره يعني عن طريق نقل دم جاهم المرض، واحدين في حلاقات جاهم المرض. يعني في ناس، في اطفال ذاته، يعني في اطفال تولدوا يكون عندهم الفيروس بالنسبه لشنو انه تكون حامله للفيروس. نعم. يعني كلها عن طريق نقل الدم اكثر شيء. نعم. الترشي عن طريق نقل الدم اكثر حاجه. طيب مودة، لقيتوا شباب موجودين هناك ولا كانوا كلهم ناس فئاتهم العمريه يا اطفال يا ناس كبار؟ والله لقينا اكثر حاجه شباب. اكثر شيء شباب. اكثر شيء شباب. نعم. ويعني هم ذاتهم ما ظهروا لنا انهم مصابين، يعني احنا بعد فتعب عشان هم احترفوا لنا انهم مصابين عشان احنا قدرنا اصلا نصور معهم. نعم. يعني ما في زول بيحترف لك انه هو مصاب لانه المجتمع بيكون رافضه، يعني الناس بتتخوف منه. يعني هسه انا كان لقيت انه هو مصاب حقول لك لا انا ما حسلم عليه. هو ما القصه، هو ما قصه سلام، في طرق معينه بتنتقل بها لانتقال المرض. طيب الشباب بتشوفيه واعي في المجتمع، اصحابك صحباتك الناس اللي بتعاملي معاهم بحديثهم لما تتكلموا عن الموضوع تحسي انه في وعي حقيقي عندهم، ولا انت لما مشيت عملت التغريده اكتشفتي انك انت في حاجات كثيره كانت غايبه عليك وما واعيه؟ والله اكتشفت انه في حاجات كثيره، يعني عرفت انه في ناس بتكون في نصنا عندهم مصابين واحنا ما بنكون عارف. يعني الحاجه دي يعني ما في، ممكن في الجامعه تلقى ناس يكون عنده وانت ما عارفه، انت بتقول لي ما عارفين. هم زادوا ما عارفين انه بعد قالوا يعني فتره حضانه المرض بتكون ما بين 10 سنين. 10 سنين. انه ممكن يكون عندك الفيروس 10 سنين وانت ما عارفه. نعم. وتكون شكلك يعني فول هيلث. نعم. صحتك الخارجيه تمام زول 100%. ما في اي حاجه. نعم. ما عندك اي حاجه، لكن هذا ال 10 سنين دي ممكن يسهر فيك يا رب. نعم. يسهر فيك خارجيه، لكن خلال ال 10 سنين دي انا ممكن امشي افحص واكتشف انه انا عندي مرض ال HIV. نعم. طيب يا احمد، في حملات كثيره جدا قاموا بها مشاهير، لاعبين كوره، فنانين، مغنيين، وحتى مشايخ، وفي الجوامع الكثير من من الخطب كانت قاصده موضوع التوعيه بمرض الايدز. بتفتكر انه المشاريع دي والحملات دي كلها قدرت تصل مثلا للمواطن الموجود خارج ولايه الخرطوم، الناس الموجودين في الارياف، الناس اللي ممكن يكونوا ما تلقوا تعليم كافي؟ لا، ما وصلتهم جد، لانه يعني هو أغربية يعني ذاته اللي انتشروا هذا الفيروس اللي تلقاه يعني من برا، من برا الخرطوم أكثر شيء. خارج ولاية الخرطوم أكثر شيء، ما وصلهم. طيب في يعني بتشوف شنو كان ناقص في الحملات دي؟ احنا المفروض نطور الموضوع ده كده بحيث انه التوعية دي تصل للناس اللي برا الخرطوم. والله في يعني ارشادات ممكن تتعلق، ممكن اي في الشوارع تكون في حملات انه المرض بينتقل كيف، صور توضيحيه له. ممكن غير كده انه تكون في افلام وثائقيه، يعني درامات تمثل افلام قصيره، ممكن افلام قصيره توعويه للناس، يعني في الشاشات في الاسواق كده حاجات توعويه بسيطه. طيب اللغه العاده بيتكلموا بها الناس اللي بيقوموا بالتوعيه دي، مش ممكن كمان تكون مرات صعبه على الناس اللي قلنا ما متعلمين او كده، بحيث انهم يقدروا يفهموا تفاصيل التوعيه كيف؟ صح. نعم. طيب يعني من الحاجات المؤثره شديد يا موده في 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 كيفيه مكافحه المرض ده والتعامل معه، هو روح التعاون عند الشباب. اللي احنا بنفترض انه التغيير من ناحيه زياده التوعيه وكده ممكن يتم على يد الشباب ويلعبوا فيه دور كبير شديد، كيف نقدر نرفع روحهم بتحت المساعده لمد يد العون في الموضوع ده؟ والله احنا ذات نعمل حمله للشباب ذاته، نوعيهم هم في ذاته عشان انهم يقدروا يوعوا الباقي. يعني في ناس شباب كثير ما بكونوا عارفين. اسرع ممكن اسال لك اي زلمه من الشارع ما عارف طرق الانتقال حقه، ممكن عادي يكون ما عارف انه يعني
الانتقال حقه ذاته بيجي كيف، يعني في حاجات كثيره بتكون غايبه عن الشباب غايبة اصلا عن الواحد. يمكن لو زدنا معلومات ومعنا الموضوع ده هو براه الواحد يتحمس. صح. نعم. انه عشان يعرف حاجه. انت يعني انت هسي واحد من الناس اللي قمت بالدور ده، زدت حماس الشباب الموجود معك تجاه القضيه دي، يعني شايف انك تقدرت كيف توصل لهم المعلومه وكيف قدرت تقنع، يعني كمان في بنات انتوا اربعه ففي بنات انت كمان قدرت تقنعهم ان يتكلموا في موضوع حساس زي ده ويمشوا يصوروا فيلم، قدرت كيف تعمل المهمه دي؟ وريتهم عن شكل الحياه، يعني شافوا شكل حياه الناس دي. احنا يعني مشينا الجمعيه وقعدنا معاهم، يعني بقى بين الناس زي ما بيقولوا عيش مليح بيننا وبين المصابين. يعني حتى انا اول يوم قعدت اكلت معاهم في مره ساعدني، قلت لي يا اخي انت احمد ما خايف من انه ينتقل لك المرض؟ قلت له انا عارف بينتقل كيف المرض، يعني هي مره كبيره كده، يعني انت ما خايف انه كده تصاب بالمرض ده؟ يعني قلت له لا انا عارف انه هي. وريتهم انه الناس دي هم يعني زينا واحد، ما في شيء بيفرقنا، يعني كلنا سودانيين وكلنا شباب. وحتى هم جاهم المرض يعني هم مقتنعين بفكره، يعني حاجه القضاء والقدر، عارفين انه ده ابتلاء وصابرين على ابتلاءاتهم. ورحت الشباب هم يعني هم ما عندهم مشكله في التعايش مع الموضوع ده، المشكله مرات بتكون المشكله عند المجتمع. المجتمع. طيب في مكافحه هذا المرض وفي التعامل معه في زياده التوعيه، في نقطه مهمه جدا هو فحص التوعي، انه الشخص براه من غير ما يحس باعراض، من غير ما يفوت العشر سنين اللي احنا بنتكلم عنها دي، يمشي يفحص توعيا في مراكز من المراكز المتخصصه في الفحص. لكن برضه الشباب ما بتمشي، نادر والله نادر تلقى انه زول يمشي يعني يفحص فحص طوعي الا يكون عيان، الا يكون في سبب. وبعد حتى السبب انه يكون عيان ممكن ذاته يقول لك لا انا ما بمشي للدكتور، ممكن يكون متخوفين من حاجه، خايف الاهل يعرفوا انه مصاب بفيروس الايدز، يعني بيكون خايف من حاجات كثيره، خايف المجتمع يرفضه. وممكن يمشي يفحص اي حاجه ويعرف النتيجه، لكن يعيش هو ذاته مع نفسه في فوقعه كده، يكون بس بقلل من الحاجه دي، ما يقدر يواجه المجتمع ولا يقدر يواجه ناس بيتهم، يكون قاعد برا. ودي ممكن يعني ممكن ده بقول يعني يقول لك الحاله السريريه، هم ناس يعني ناس فيروس الليز انه الحاله السريريه انه الحاله بتاعت انه شنو الواحد خلاص استسلم المرض تمكن عليه انه خلاص يئس، لانه اصلا ما فكر يمشي يتعامل مع الموضوع او يحترف به من البدايه. اذا الوصمه الاجتماعيه اللي بتحصل او الاحساس بالخطيئه اللي بيتعامل بها المجتمع مع مريض الايدز هو اللي بيخلي الواحد اصلا ما قادر يمشي الحس. ما قادر يمشي. طب بتفتكروا انه الناس صحتهم بتكون ما هماهم؟ يعني والله صحتهم ما هم، يعني في ناس ما بتمشي الدكتور الا عيان قلت لك، بس يعني سبب يكون في سبب يوديهم الدكتور، اكثر من كده ما في. حنطلع معكم اعزائي المشاهدين نسمع اراء الشباب في استطلاعات الراي ونرجع تاني. انا بشوف انه مريض الايدز المفروض ان يتعامل معه بطريقه عاديه، كانه ما عنده حاجه مختلفه عن الناس، وما انه يحسسه انه في عنده حاجه يعني مختلفه عن الناس، عشان شنو يكون يقدر يبدع ويقدر يدي اللي عنده ودوره في المجتمع. التعامل مع مريض الايدز ما نحسسه بانه هو مريض بايدز نهائي، لانه اسباب الانتقال ذاته ما الاسباب اللي انت تحتك بيها وتاكل معه وتشرب معه، اسباب ثانيه. شيء ثاني لو تعاملنا معه غير كده احتمال يحقد على المجتمع ويحصل تضرر كثير. يعني لازم نتعامل مع مرض الايد اول حاجه بطريقه ايجابيه، لانه هو اصلا المرض ده يعني ابتلاء من ربنا، ما المفروض نتضجر منه ونبعد منه ونسلم على عادي نقعد معه عادي، لانه اصلا الايد ما بينتقل بالسلام وكده، ينتقل عن طريق الدم. المفروض الناس تنظر لمريض الايدز نظره بتاعت هو انسان اولا، وقع في محنه ومرض كاي زر، لانه الناس دي كلها بتمرض وبتتعافى، فيعني الناس لازم تقف معه وقفة بتاعت إنسانية أولا شيء. مرض الإيدز طبعا المرض ما حاجة عيب، لأنه ما أنت ما حاجة بتجيبها لنفسك، ربنا بيبتليك بالمرض عشان يحدد مدى صبرك وامتحان رب العالمين. يلا نحن نفترض الزول ربنا أصابه المرض ما نعمل له عقدة نفسية ونبتعد عنه ونوديه دور برا، ما أحسس بأنه المرض حاجة طبيعية، والمرض نعم معدي عنده الطرق بتاع العدوى، انا فهمه بانه الطرق بتاع العدوى والانتقال الناس ما تشترك فيها، لكن تعاملنا في التعامل نكون متعاملين عادي في كلامنا في قعدنا في اي حاجه ما يكون فيه حرج عشان ما نضايق عليهم. اي انسان يا رب احتمال ربنا يبتليه بالمرض ده، يعني لذلك احنا مثلا احنا ناكل معاه ونشرب معاه، لكن مثلا يعني حاجه مثلا زي موس يعني ادوات الحاده دي ما نستخدمها معاه. اهم حاجه في كيفيه التعامل مع مريض الايدز ان نتعامل معاه بايجابيه،
بحيث انه ما نحسسه انه يعني المرض بتاعه ده خطير وبأثر عليه. نشاركه في افراحه في احزانه، مثلا في الحي في الكوره يلعب معانا ياكل معانا عادي، لانه اذا عملناه بسلبيه يعني بيتملي حقد كثير جدا، بينقل المرض ده لناس ثانيين. التعامل مع مرض الإيدز بيطلب مني يعني مثلا اوعي بالمرض ذاته او الثقافة على المرض، يعني انا مثلا كشخص مصاب بالإيدز واحد من الاشخاص اتعامل مع وعي ذاته وطبيعته ونوع المرض كيف انتقله وكيف، ما انظر له نظره يعني سلبيه، انظر له نظره ايجابيه وشخص عادي عنده حقيقه في العيش، واتعامل معه يعني بوعي بايجابيه اكثر حاجه. لكم جدا اعزائي المشاهدين، ودي كانت يا شباب يا احمد ومودة اراء الشباب خارج الاستوديو، واحنا يعني بنكون سعيدين بكل الاراء اللي بتتقال، لان في النهايه بتدل على انه الشباب واعي وقادر يشارك برايه وعنده راي يقول في كل القضايا اللي احنا بنتكلم عنها. وقضيتنا اليوم احنا محتاجين نسمع فيها راي كل الشباب. انتوا يا احمد مشيتوا زرتوا المركز أو الجمعية السودانية للمتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسب، وقلت لي إنه هناك موجود أو مسجل معهم قريب الألف متعايش مع هذا المرض. قربتوا منه وشفتوا معاناتهم وشفتوا الحاجة اللي هم عايشينها، وأنت بتقول لي إنه يعني المعاناة اللي بيعيشوها مع المرض ما هي المشكلة الكبيرة، المعاناة اللي بيعيشوها مع الناس مع المجتمع هي المشكلة الأكبر. صح. وصف لي تعامل المجتمع معاهم كيف، او لو شفت حالات معينه بتحكي تعامل المجتمع، هل تعامل كريم؟ يعني عاده الناس بيتعاملوا مع المريض حتى في ديننا تعامل خاص، صح، تعامل فيه نوع من الحنيه والعطف والاحساس بالحاجه اللي هو بيعملها. صح. هل مريض الايدز ضمن هذا النظام ولا بيتعامل معه تعامل اقل؟ مريض الايدز خارج النظام كليا. نعم. في النظام ليه؟ يعني حتى يعني هم يعني الواحد لما يتونس معهم بياخذ منهم قصص كثيره شديد. يعني في يوم بيتكلموا قالوا لما كانت انهم كانوا مغاربه على الجمعيه بتاعهم السابق فيه يعني لافته وكذا، بيقولوا يعني لما الكمساري لما يطقطق كذا في المواصلات الكمساري بيقول لهم انزلوا يا ناس كذا، يعني شوف للدرجه دي حتى الكمساري ذاته بضايقهم. يعني المجتمع كله رافض الناس دي، كل المجتمع رافضهم. ليه؟ يعني هم يعني كلهم يعني كلنا يعني انت لما تقعد تتونس معاهم وتاخذ وتدي معاهم تحس بانهم هم جايين من كوكب ثاني، لانه المجتمع هو الفارض عليهم حاجات. يعني انت لما تمشي لليله الجمعيه تقعد تتونس مع الناس دي هم بتلقاهم كلهم بيجوا جارين عليك جري، يجوا الدار يقعد يتونس معاك، يجوا الدار يفتح معاك موضوع. ليه؟ لانه ما بزور بيجي ياخذ يدي معاهم عارفهم انهم هم مرض ما لاقين الحاجه دي. والله العظيم يعني اقول لك شيء، والله العظيم يعني في يعني في ناس انا قاعد بقعد بتونس معهم والله الناس بتبكي، رجال بيبكوا، رجال بيبكوا لانه ليه؟ يعني ما لاقين يعني جد مجتمع رافضهم بصوره. اهاليهم بيتعاملوا معهم كيف؟ اهاليهم يعني بيتعاملوا معهم بصوره جيده شديد. يعني في واحدين اهاليهم عارفين انه عندهم اللي صار المرض ده بيتعاملوا معهم تعامل كويس جدا، يعني متقبلين حاجتهم دي، عارفين انهم جابهم وكذا، والعايشين مع بيوت يعني في بيوتهم ما شاء الله. يعني في واحدين فاتحين بيوت عندهم اطفال، اطفال غير مصابين. يعني الاب ممكن يكون عنده الفيروس ولو من ذا الفيروس، الطفل يجي ما مصاب. ليه؟ لانه بتولد قيصري بس وما برضى من اللبن النوم الطبيعي، بيجيب له اللبن البديل. نعم. بكون طبيعي، ما بكون يعني سبحان الله. نعم. فالاسر بتكون دائما الصدر الحنين اللي بيضم المصاب بالايد. بإضافة لكلام أحمد إنه قصة المجتمع برضو كان في حالة من الحالات إنه كانت بتنزف وهي عملت حادث في الشارع، لما يعني ثلاث مستشفيات ما قبلوها، ثلاث مستشفيات أبو يقبلوها، في النهاية رابع مستشفى قامت زحت الورقة الأولى بتاعت إنه هي مصابة بالمرض ده عشان إنه هم قاموا قبلوها استقبلوها. وقبل المستشفيات دي إنه في مستشفى قبلتها لكن بمبلغ ضخم، يعني ما قدرت انها تدفع المبلغ ده، عشان كده هم بيعانوا في الحاجات من المجتمع بصوره كبيره. القصص دي شكلها كثير حوالين اساءات المجتمع في التعامل مع مصابين الايدز. احنا حنواصل معاكم، حنسال روحنا ليه المجتمع بيتعامل مع المتعايشين مع مرض المناعه المكتسبه الاتش اي في بهذا الشكل، لكن خلونا نطلع معاكم ومع المشاهدين لفاصل. أهلا بكم جدا أعزائي المشاهدين، متواصلة معكم حلقة اليوم من أوراق شبابية، والحديث فيها عن الإيدز ولكن من ناحية مختلفة، من ناحية المجتمع المصاب بمرض ما مرض الإيدز، مرض التعامل
مع الايدز ونحن بنحاول هسه نتكلم في اعراض المرض ده واسبابه. قبل ما نطلع كنا بنسال روحنا مع موده يا احمد عن السبب شنو ممكن يخلي الناس تتعامل مع مريض الايدز بهذا الشيء، تفتكر الاسباب شنو؟ اسباب انه بدعم عدم الوعي، عدم معرفه المرض، يعني الناس ما عارفه مرض الايدز وشنو بتفاصيله، ما عارفين انه ما عارفين طرق انتقاله، ما عارفين مسببات يعني اساسيه، يعني هو في مسببات اساسيه وفي مسببات جانبيه. الناس ما على درايه بالحاجه، ما على درايه بالاسباب. يمكن هي يا موده متخيل انه سبب واحد اللي بيسبب المرض ده الخوف برضو. الخوف يعني انت لما انت تعرف انه الزول ده مصاب حتخاف يعني انه انا اسلم عليه. ايوه يعني في ناس بيكونوا خايفين على صحته، هم ما بس بيعينوا له بيدوني اي بس انه انا ما اسلم عليه عشان ما ينتقل لي المرض. هم ما بينتقل لك المرض كده لانه في طرق معينه بتنتقل بها، ينتقل بها المرض. طيب نحن كيف ممكن نساهم في التوعيه؟ التوعيه دي كلها معظمها في 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 مكافحه المرض وفي في التوعيه به، لكن ما في توعيه في كيفيه التعامل مع مريض الايدز. ما في يعني مرض الايدز محتاج للناس انها شو الدعم النفسي، دعم يعني دعم معنوي، يعني انه شنو الناس تقعد تاخذ تدي ما تعرف مشاكله شنو، تعرف الحاجات الصعوبات اللي بتواجهه في الحياه بتاعته اليوميه شنو، يعني بيواجهوا حاجات كثيرة وبيواجهوا إساءات كثيرة من الشارع. يعني في المواصلات، في السوق، في البيت، مرات يعني ناس الحلة، شباب الحلة بضايقوهم كده، في حاجات كثيرة جدا بتحصل عليهم. نعم. طيب نحن خلونا كده برضو نستمع لآراء الشباب اللي بيراسلونا أو بيعلقوا على موضوع الحلقة في صفحة البرنامج في الفيسبوك أوراق شبابية الموسم السابع. ممكن نقرا اول تعليق كان من علي محمد. علي محمد صراحه هو يعني شكله مهتم جدا بالموضوع وكتب فيه مجموعه من التعليقات وهي بتدل على وعيه، ونحن نشكر علي. مريض الايدز يجب ان يتعامل بطريقه عاديه كما الاشخاص الاخرين او السليمين، واذا عمل بانه مريض ووسم بالعار او ما شابه ذلك فهذا سيخلق سلوك عدواني من قبله وعزله اجتماعيه، ممكن يؤدي لانه يعني يكون الرد بتاعه بتاع شنو؟ رد عكسي. انقل انه انا انقل المرض، المرض للناس، انا انقل المرض واصيب الناس، بدل ما يبقى مرض حيبقى وباء بعد شوي. صحيح. وفي حالات لسلوكيات زي دي مصابين بالمرض يكتشفوا اصابتهم بالمرض، ولانه المجتمع بيوصفهم بالعار هم واصلوا في محاوله انه يصيبوا كل الناس اللي حوالينه ونشر هذا المرض. نقرا تعليق ثاني من مازن عمر. انا من وجهه نظري الخاصه بعتبر مرض الايدز موجود في الاعلام اكثر من الواقع، لانه بنسمع كثير عنه لكن ما حصل شفته انا هذا الشخص بعينه مصاب بالايدز. الكلام ده حقيقي؟ هو ما شاف لانه ما عارف، يعني ما عارف، ما عارف وما مشى بحث في المرض ده، حيلقاه منتشر بنسبه انه اربعه يعني بيجوا بيحللوا بتلقى ثلاثه مصابين. يعني لدرجه المرض ده منتشر. يعني دي نسبة كبيرة، نسبة شديدة، كبيرة شديدة. هو الباحث اللي بيبحث في الموضوع ده بيجد الأرقام الحقيقية والمثبتة، والباحث كمان يمشي المراكز الحاجات دي بتكتشف أرقام خرافية بتكون قريبة من الواقع. هاني صلاح، مرض الأيدز في السودان لا زال يعتبر وصمة عار كما قال أخونا علي، عشان كده مستحيل يجيك واحد بكامل قواه العقليه يقول لك انا مصاب بالايدز، لكن لو جيت بحثنا في المستشفيات بتلقى عدد ليس بقليل من المصابين بالمرض. وده كان هاني بيرد عليه مازن عمر او كلام مازن عمر. جميله كمان المناقشات اللي بيعملوها الشباب في صفحه البرنامج. نسيبه مصطفى قالت يعني قالت مجموعه من يعني كلام كثير او وكله مهم. قالت نحن كشباب لازم نقدر نقلل من نسبة انتشار المرض بالتوعية والإعلانات المقروءة والمسموعة والأفلام الوثائقية. دي كانت نسيبة مصطفى. سيتو دياسير قال بالنسبة للمرض نفسه لابد من أنه المجتمع يعرف كيف يتعامل معه، وأي مريض ما نعزل وغادي ويكون جزء من المجتمع ولازم نتعامل معه يكون حوالينا، ولازم يكون في وقاية يعني زي الأمواس والأمشاط والحاجات دي ما نستعملها معه، لكن ناكل معه ونصافه عادي. وأنا بقول الإعلام له دور كبير في محاربة هذا المرض لأنه حاجة توعوية، والتوعية دائما من المسؤوليات المفروض يقوم بها الإعلام. يعني أنا أحب كمان أشكر كل الناس اللي علقوا لينا، وأشكر محمد أشري وآدم وعمار آدم وأصحاب السعادة
واحمد بن عوف دول كلهم شباب هم صراحه دائما بيشاركونا بارائهم وبيكونوا فعالين في التعامل مع حلقه اوراق شبابيه من خلال صفحه البرنامج اوراق شبابيه الموسم السابع. انت ذكرت لي هسي واحده من المضايقات وواحده من الظواهر اللي احنا كنا تكلمنا هسي اللي هي بتكون رده فعل طبيعيه لزول مصاب بالمرض ما لقى دعم من الناس اللي حواليه. التوعيه دي ممكن تتم كيف للمجتمع عشان ما نصل للنتيجه دي؟ اديني اساليب. انت قمت بواحده من النشاطات دي بانك يا احمد قدمت فيلم وثائقي عن مرض الايدز. ممكن الناس هنا تقدم شنو؟ ممكن هم ناس الجمعيه ذاتهم يعني فيهم كادر مؤهل. يعني ممكن هم ذاتهم عدد من اعضاء الجمعيه يمشوا يكونوا يعملوا ندوات في الجامعات، ندوات في ساحات، انه يعرفوا الناس بمرض الايدز وطرق انتقاله والوقايه منه كيف. يعني ممكن الجمعيه عرض خدماته يعني عرض كادر ممكن نتعاون معه كادر مؤهل. من المصابين ذاتهم بمرض الايدز. وإذا وجهت لهم دعوة يا مودة عادي ممكن يستجيبوا لها لوحدة من الجامعات أو منظمات تعمل التوعية. ممكن يستجيبوا لها لأنه هم ذاتهم في يعني دايرين يوعوا الناس عشان ما تكتب.